هذا عرضنا يا بايدن، وإن لم توافق عليه سوف نذهب لبكين. هكذا أعلن محمد بن سلمان قراره الجديد مع واشنطن. فالرياض تحلم بامتلاك النووي مثلها مثل باقي دول العالم. وعلى طاولة الحوار عروض مغرية. بكين تنتظر وموسكو لا مشكلة لديها بالمساعدة، لكن محمد بن سلمان لا يريد افتعال المشاكل، رغم أن محمد بن سلمان يعرف جيدا أن الحل سيكون مع أعداء واشنطن. والعم سام رافض فكرة امتلاك النووي للسعودية، وآخر مشاريع ولي العهد يحمل اسم أرامكو النووية. فهل حقا ستمتلك الرياض النووي؟ علاقة واشنطن بالرياض دائما ما توصف بالقوية رغم بعض الخلافات بينهم. واشنطن الآن أمام تحديا جديدا يتلخص بمسؤولية سيطرة المملكة العربية السعودية على النووي. فتعتبر واشنطن هي المنتج الأول للطاقة النووية، وفي يدها قرار لمن تعطي حق امتلاكه. لكن مع السعودية، لطالما ما طالت بحق السعودية بامتلاكها طاقة نووية، فلطالما كان هناك تعاون اقتصادي وسياسي وعسكري. وعند وصول التعاون النووي تنقلب الطاولة على الجميع. فعندما حلمت السعودية بامتلاكها النووي عام 2008، وقع الطرفان على بناء برنامج نووي سلمي، وذلك ضمان برنامج واشنطن الذري العالمي. لكن لم تكترث واشنطن لهذا الاتفاق كثيرا، حتى عادت السعودية نقاشها مع واشنطن عام 2019. وقالت المصادر أنه تم الاتفاق على بناء محطتين نوويتين، ووعدت واشنطن الرياض بأنها سوف تصل المفاعلات إلى 16 مفاعلا نوويا، وذلك على أن تدفع المملكة 80 مليار دولار. وكالعادة لم توفي الولايات المتحدة الأمريكية بوعدها، ولم تطبق ذلك أبدا حتى اليوم. موقع سيميفور ينشر تحديثات بشأن القضية النووية السعودية، وقال أن السعودية اقترحت على واشنطن برنامجا نوويا اسمه أرامكو النووي. والموقع أكد أن واشنطن عقدت اجتماعات بشأن البرنامج خلال الأشهر الأخيرة لتعزيز تعاونها مع الرياض، واشترطت أنه قبل امتلاكها حقل نووي سلمي عليها بالتوقيع على خطة سلام بين السعودية وإيران. وعليه فإن السعودية عليها الاعتراف بسيادة إسرائيل واستقلالها، أيضا على أن تقوم السعودية بالتوقيع على صفقة القرن. وبالمقابل سوف تساعد واشنطن السعودية بامتلاكها طاقة نووية مدنية، لكن شروط بايدن عرقلت الاتفاق. وقالت السعودية أن هذه الخطوة من المستحيل جدا أن تحدث إلا بشروط على الكيان الإسرائيلي تحقيقها. فكرة المشروع الجديد أرامكو التي طرحته الرياض على الطاولة جاء من التجربة الناجحة السابقة أرامكو للنفط، وأن المشروع الجديد يمكن أن يعود بالمنفعة على كلا البلدين. حيث ذكرت الصحيفة أيضا أن واشنطن اقترحت مشروعا جديدا وتأسيس شركة نووية جديدة باسم الشركة العربية الأمريكية للطاقة النووية، حيث سوف تكون بخلفية أمريكية، حيث ستقوم واشنطن بتطوير القطاع النووي الخاص بالسعودية، وستكون هي المشرف الأول الوحيد على هذا القطاع. حيث قالت السعودية أنها تريد إنشاء برنامجها النووي بشكل سريع لأنها تريد استغلال مواردها من اليورانيوم، وأكدت أنه سيكون بشكل سلمي وتجاري، وأن المملكة لن تفكر بتخصيب قنبلة نووية، حيث تمتلك السعودية 7% من احتياطي اليورانيوم في العالم. حيث ستلعب السعودية دورا أساسيا في التجارة بالوقود النووي، حيث عرضت دولا أخرى على المملكة أن تقوم بتدشين مشروعها النووي بعيدا عن العم سام. حيث ذكرت مصادر سعودية أن السعودية ستقوم باتفاقات مع الصين بشأن مشروعها النووي، حيث شيدت منشأة لاستخراج اليورانيوم في مدينة العلا شمال غربي البلاد. وعلى الرغم من أن التعاقد لا يمنح السعودية كل ما تريد، لكنه أكد أن الصين جدية بمشروع السعودية النووية، حيث نفت السعودية هذا القرار، وذكرت أنها تفكر بالتعاون مع بكين بشأن ملفها النووي الجديد، وأكدت أنها تعاونت مع الصين بشأن استخراج واكتشاف اليورانيوم فقط، ولا علاقة للصين بملفها النووي. وأكد المجتمع الدولي أن الرياض لم تنتهك الاتفاقات الدولية بعد، حيث أكدت السعودية أنها لن تفكر في امتلاك سلاح ذري، حيث ذكرت مصادر أمريكية تؤكد أن واشنطن بعيدة كل البعد عن امتلاك الرياض طاقة نووية، حيث لمح محمد بن سلمان أنه إن لم ترد واشنطن بشكل رسمي على امتلاكها طاقات نووية سوف يتجه لبلاد الشرق، وأكد على عزم السعودية على امتلاكها طاقة نووية. فهل تعتقد
أعتقد حقا أن السعودية تقترب من حلم الطاقة النووية، أم أن واشنطن لن تحقق حلمه النووي؟ شاركنا رأيك بالتعليقات.